ممتازة جدا باتجاه شقيقه. مرة أخرى تؤكد أن التمريرات القصيرة والمحرسي والمحرسي في سماو وعشرين شكلة المحرسي بالرأس المدافع المحرسي يفتتح النتيجة لصالح النادي الأمريكي 27 شكلة الإبداع المحرسي بالرأس والهدف الأول في هذا الدور النهائي ذهاب لكأس أمريكا للأندية على البطل. بل هو تويتي وتمشي الهيجنية هيجنية تويلا الميسيزي ميسيزي من جديد ميسيزي يستعد القذف يقذف ميسيزي ويسجل اوه من 20 من 20 متر يعدل مشارك النادي الافريقي سمير سلمي سمير سلمي يتعدى بالكره و تواتي تواتي سلمي وعداها لتواتي تواتي راوغ و يضاعف النتيجه لصالح نادي افريقيا. نرجعوا للنقطه هذه تتنفذ المخالفه مباشره ونسعى عن طريق الحارس البرد احنا ما نشر نطر نحس بالبرد ومع هذا الجمهور كله تقريبا وقف وحديث بيناتهم مش يلعبوا عملية واحد اثنين تتوزع والهدف الرابع الهدف الرابع في 13 دقيقة لاعب في الشوط الثاني اربع اهداف وقبل هدف ناصري صبري البوهالي فوزي الرويس صبري البوهالي يقذف وترجع والهدف الخامس والهدف الخامس عن طريق فوزي الرويس الهدف الخامس في 34 دقيقة لعب 34 دقيقة لعب الهدف الخامس عن طريق فوزي الرويس فوزي الرويس هدف خامس يعتبر الضربة القاضية وفوزي الرويسي طلبنا انه باش يسجل بعد غياب طويل عن الملعب شوفوا الاعاده وشوفوا كروت القهوه الاولانيه من صبري البوهالي ترجع من حسني وقضى خويا ياسر في مكان سعيد ياسر يجيب الهدف الخامس تتنفذ من جديد والحكم يقول هدف الهدف الثاني في 36 دقيقة لعب قبول هدف في وقت ما هذا لا كان ثم الإعادة تو نشاهدوا شكون اللي سجلوا 5-2 شوفوا الإعادة نتاع الكرة كاتو وشوفوا قداش من مدافع كانوا موجودين عادل سلمي فوزي الرويسي لطفي الرويسي في اتجاه البوهالي 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 ولا اذا ضربة جزاء لا فوزي الرويسي هو اللي يتقدم فوزي الرويسي يقدم ويسجل فوزي الرويسي يسجل فوزي الرويسي يضيف الهدف السادس فوزي الرويسي فوزي الرويسي في 40 دقيقة لعب من الشوط الثاني يضيف الهدف السادس 6-2 طبعا فرق 4 اهداف
صعب جدا باش نلقاوها هذه في نتيجة كما هذه باش نلقاوها في دور نهائي نتاع كأس أفريقيا للأندية البطلة. يبدو لي أنه صعب جدا 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 وجود مثل هذه النتيجة. الكأس الأفريقية الأولى بالنسبة لكأس الكؤوس، والحكم التوغولي السيد كواسي يزفر النهاية 6-2. وأعطيتكم الأهداف كيف سجلت. سيدتي وسادتي، شكرا على المتابعة وأجمل التحيات.